أسعد الله أوقاتكم. من المنصة التربوية في طرطوس المعلمة بشرى خضر مدرسة الشهيد نبيل حمادي الصف الأول. سوف أقدم اليوم أنا وصغاري درس بعنوان حاجات النبات بإشراف المشرفة التربوية نهاد حسين. عرفوني أولا بأنفسكم صغاري. الرفيقة الطلعية زوي ملحم. أهلا صغيرتي. الرفيقة الطلعية محز عاطف بيزيد. أهلا يا صغيري. الرفيقة الطلعية حلا سليمان. أهلا صغيرتي. الرفيقة الطلعية زي سليمان. أهلا يا صغاري. الآن سوف نكتشف مع بعض ماذا يحتاج النبات لينمو. هل يحتاج إلى المشروبات من عصير وشاي أم يحتاج إلى الحلويات أو إلى المياه؟ ماذا يحتاج النبات لينمو؟ هيا لنكتشف معا. ما خطبكم؟ لماذا فعلت هذا التصرف الغير سليم؟ ماذا فعلت؟ لقد رميت البذور على الأرض. نعم إنه تصرف خاطئ، سوف أجمعها وأرميها في ثلاث المهملات. لا ما رأيك أن نزرعها حتى تعطينا نبات جديد وبذلك يكون لدينا طبيعة رائعة غنية بالأشجار؟ فكرة رائعة. أحسنتم صغاري، إنها فكرة رائعة. سوف نزرع هذه البذور حتى تعطينا نباتات جديدة. ماذا لديك؟ لديك بذور يا محرز، برأيك؟ سوف نبدأ من عندك. برأيك ماذا يحتاج النبات حتى نزرعه؟ لديك بذور، ماذا تحتاج أيضا؟ التربة الصالحة. لديك تربة صالحة؟ وضعنا البذور والتربة الصالحة، ماذا تحتاج أيضا؟ وضعنا البذور والتربة الصالحة، ماذا تحتاج أيضا؟ الماء. وضعنا البذور والتربة الصالحة والماء، برأيك ماذا تحتاج أيضا؟ وضعنا البذور والتربة الصالحة والماء، ماذا تحتاج أيضا؟ ضوء الشمس. أضعنا البذور والتربة الصالحة والماء وضوء الشمس، برأيك ماذا تحتاج أيضا؟ وضعنا البذور والتربة والماء وضوء الشمس، ماذا برأيك ماذا نحتاج أيضا؟ الهواء. هل نسينا حاجات أخرى؟ لا لم ننسى، الشمس تعطينا الضوء والدفء. أحسنتم صغاري، الآن زرعتم نبتة، زرعتم هذه البذور وسوف تنمو وتعطينا نبتة جميلة جديدة. سوف تنمو نموا سليما لأني أعطيتها كل حاجياتها. أنتم أيضا صغاري كما هذه البذور، كنتم صغارا واعتنى بكم أهلكم حتى وقدموا لكم كل حاجياتكم حتى أصبحتم كما أنتم الآن براعم المستقبل، وما زلتم بحاجة للرعاية والاهتمام، وبإذن الله تعالى سوف تكبرون وتصبحون حماة الديار وصانعو السعادة في بلدنا الحبيب سوريا. الآن وضعتم في هذه العلبة البذور والتربة والماء والهواء وضوء الشمس. لماذا لم تنمو؟ لماذا؟ نعم يا حلا. لأنها تحتاج لمدة زمنية. أحسنتي، لأنها تحتاج إلى مدة زمنية. إذن سوف أضعها في مكان حتى تمر هذه الفترة الزمنية. سوف أضعها هنا. كلا. أين سأضعها يا زين؟ على النافذة. لماذا يا محرز؟ لتأخذ الضوء الشمس والهواء. أحسنت، إذن سوف نضعها على النافذة حتى تأخذ
تأخذان ضوء الشمس والهواء وتنمو نمواً سريعاً. الآن أنتم في غاري، زرعتم هذه النبتة وقدمتم لها كل حاجة، سوف تنمو بإذن الله تعالى. أيضاً نستنتج حاجات النبات هي، من يعطيني ماذا احتاجت هذه النبتة المزرعة حتى زرعناها؟ نعم يا زوي. التربة الصالحة. أحسنتي صغيرتي. نعم يا محرز. الهواء. أحسنت صغيري. أيضا يا زين. الماء. 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 أحسنت. أيضا يا حلا. ضوء الشمس. ضوء الشمس. أحسنتم صغاري. عندما أوفر للنبات هذه الحاجيات ينمو نباتي نموا سليما. الآن انظروا معي صغاري إلى هذه. نباتات الأرض الخضراء تحتاج التربة والماء، كانت بذرة صارت نبتة تنتج للإنسان غذاء. نباتات الأرض الخضراء تحتاج التربة والماء، كانت بذرة صارت نبتة تنتج للإنسان غذاء. ماذا لديك؟ نبات الحبق الأخضر. وأنت يا صديقتي ماذا لديك؟ لدي نبات حمص ذابل. لماذا نباتك أخضر جميل؟ لأنني أعتنيت به وأعطيته كل حاجاته. وأنت يا صديقتي لماذا حصل هذا نباتك؟ لقد ذهبت إلى القرية فترة ونسيت أن أسقي نباتي فذبل. إذا لم تتوفر واحدة من حاجات النبات فإنه يذول ويموت. أحسنتم صغاري. إذا لم تتوفر واحدة من حاجات النبات فإنه يذبل ويموت. انظروا معي، كان هنا لدينا نبات أخضر جميل سليم، عندما لم أسقي أصبح نبات ذابل، وإذا أيضا سوف يموت بعد هذا الذبل. انظروا معي، لدي صور أخرى لنباتات لا أعرف لماذا ذبلت، هل تساعدني؟ نعم. نبدأ معك زين. انظر معي إلى هذه النبتة، برأيك ماذا تشاهد؟ نبات دوار الشمس ذابل. ذابل. أحسنت صغيري. ما هي الحاجات المتوفرة لهذا النبات؟ الماء، الهواء، وضوء الشمس. الماء، الهواء، ضوء الشمس. إذن ما هي الحاجة المفقودة؟ التربة الصالحة. أحسن صغيري، التربة الصالحة. ولذلك ماذا حصل للنبات؟ وبذلك ذبل. ذبل. أحسن صغيري، شكرا لك. أيضا حلا، انظري معي ماذا تشاهدين في هذه الصورة؟ نبات دوار الشمس في الكيس مغلق. مغلق. هل هو نبات نما نموا سليما أم هو ذابل؟ هو ذابل. ذابل. برأيك ما هي الحاجات المتوفرة له وهو داخل الكيس؟ الماء والتربة الصالحة. الماء والتربة الصالحة. ما هي الحاجات المفقودة عندك؟ ضوء الشمس والهواء. والهواء. ولذلك ماذا حصل له؟ ولذلك ذبل. ذبل. سنتي صغيرتي. أيضا زوي، ماذا تشاهدين في هذه الصورة صغيرتي؟ نبات دوار الشمس ذابل. ذابل. سنتي، ما هي الحاجات المتوفرة لهذا النبات؟ ضوء الشمس والتربة والهواء. سنتي، ما هي الحاجة المفقودة؟
الحوض إذن؟ الماء. الماء، ولذلك ماذا حصل؟ زبل. زبل، أحسنتي صغيرتي. محرز صغيري، ماذا تشعر في هذه الصورة؟ نبات دوار الشمس في الكيس مفتوح. مفتوح، هل هو نبات نما نموا سليما أم هو نبات ذابل؟ ذابل. ذابل، برأيك صغيري ما هي الحاجات المتوفرة لهذا النبات داخل الكيس؟ الماء وهواء والتربة الصالحة. إذن ما هي الحاجة المفقودة لهذا النبات؟ ضوء الشمس. ولذلك ماذا حصل له؟ ولذلك ذبل. ولذلك ذبل. حسن صغير، انظروا من جاء زائرا عندنا. مرحبا يا أصدقائي. أهلا وسهلا، أنا صديقتكم ملك زيدان، لدي حاجات كثيرة في هذه السلة، لا أعرف ماذا أختار حتى أزرع حديقتي وتنمو فيها نباتات جميلة وسليمة، هل تساعدوني؟ نعم. يأخذ كل منكم بطاقتين؟ شكرا لك. الآن كل واحد منكم يفتح هذه البطاقات، يقرأ ما كتب عليها، يفكر ما هي الحاجات منها اللازمة لنمو النبات، ثم يزاوج صديقه جوار. هيا. انتهينا. هذه اللوحة تثبت لي حاجات النبات كي لا أنسى عند الزرع. ماذا لديك من البطاقات؟ لدي الماء وحلويات. ماذا يحتاج النبات منهم؟ الماء. ثبتها في مكانها. ماذا لديك؟ لدي ضوء الشمس والثياب. برأيك ماذا يحتاج النبات منها؟ ضوء الشمس. ثبتيها في مكانها. الحلويات. هل يحتاجها النبات؟ كلا. ضعها في السلة. ماذا بقي معك يا زوي؟ لدي ثياب. ثياب، هل تحتاجها النبات حتى ينمو؟ لا. إذا ضعيها في السلة. لا. وأنت يا صديقي ماذا لديك من البطاقات؟ القبعة والهواء. وبرأيك ماذا تحتاج النبات حتى تنمو تبقى سليمة؟ الهواء. أضعها في مكانها الصحيح.
ماذا لديك يا صديقتي؟ حذاء والتوبة الصالحة. ما رأيك ماذا يحتاج النبات حتى ينمو؟ التربة الصالحة. ضعيها في مكانها. ضعيها في مكانها. ماذا لديك أيضا يا زين؟ القبعة. هل يحتاجها النبات لينمو؟ كلا. إذا ضعف السلة. أيضا ماذا لديك يا حلا؟ الحذاء. هل يحتاجها النبات لينمو؟ كلا. كلا. إذا ضعيها في السلة. شكرا لكم يا أصدقائي على مساعدتي. أنا عرفت ماذا تحتاج النباتات في حديقتي حتى تنمو نموا سليما. التربة الصالحة والهواء والماء وضوء الشمس. وداعا. وداعا. وأنا أيضا. شكرا لك صغيرتي. وأنا أيضا كنت مثلكم. في الصف الأول أخذنا هذا الدرس، ثم عندما عدت إلى المنزل جمعت هذه البذور وزرعتها في حديقة منزلنا واعتنيت بها وقدمت لها كل حاجياتها. نمت هذه البذور وأصبحت حديقتنا جميلة. انظروا معي صغاري كم هي جميلة حديقة. من الأشجار والنباتات الموجودة في هذه الحديقة قطفت لكم بعضا من ثمارها، تذوقوها بالصحة والهناء. تفضلوا. تذوقوها. لا تخافوا صغاري، لقد غسلت هذه الثمار جيدا، لأني يجب أن أغسل الثمار والخضروات جيدا قبل تناولها. صغاري، بعد أن تتناولوا هذه الثمار اللذيذة لا تنسوا أن تجمعوا هذه البذور وتزرعوها من جديد. الآن أصبحتم تعرفون ماذا يحتاج النبات حتى ينمو: تربة وماء وهواء وضوء الشمس. شكرا لكم صغاري على تعاونكم، وأتمنى أن تكونوا قد أصبحتم تعرفون تستطيعون زراعة نباتات جديدة وتنمو نموا سليما. شكرا لكم يا صغار. شكرا لك يا معلمتي.